بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. كن أحفظ ربي إن شاء الله من كل بلاء، كن جعل ربي ذروم يبعث لنا والهموم. الله يحفظكم ويستركم ويرفع مقامكم ويحقق آمالكم ويبارك في هذا المجلس، ونسأل الله لكم ولنا جميعا القبول. القرآن منهاج حياة. الفلاسفة والعلماء والعقلاء والحكماء ضاعت بهم السبل. مما نقرأه في التاريخ ما كتبه صاحب الطلاسم إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت طريقي فمشيت كيف أبصرت، إلى أن يقول: أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ لست أدري. البشرية ضاعت قبل النبوات وقبل الرسالات. فخلقت مرة ضاع يعرقس وفريذ. إمي ربي يبغى الخير، يبغى أين الهان إذ خلقيف إشقع سند إم والهن تالسا. ربنا أراد الخير للبشرية فأرسل إليهم هداة البشرية بذلك الأصل الأصيل الذي استمعنا إليه من المشايخ جزاهم الله خيرا، في مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن القرآن منهاج حياة، ما تفرق عند غيره اجتمع لديه. بالقرآن بالإسلام اكتمل الدين، كما نقرأ في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. منهاج حياة. والقرآن قد اكتمل على أربع مستويات، أربعة. المستوى الأول هو المستوى الإيماني، ربي سبحانه يرشد فخلقيف غل إيمان نصح أفريد سلامة أرثكين داما. والآيات كثيرة، منها هذه الآية 25 من سورة الأنبياء، وسورة في سورة البقرة الآية 255: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. والتي بعدها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا، إلى آخر الآية. الإيمان ذنت ساغي ذي الساس بمذان ذنت ساغي ذي الساس تخلقيث باش سنع رقر وفريذ، هو المستوى الأول. اكتمل ديننا، أرشدنا إلى هذا الإيمان الذي لا تشوبه شائبة. واسمعنا الآية 256 البقرة: فمن يكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، وهذه الآية تساوي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت نفي تساوي لا إله، ويؤمن بالله إثبات تساوي إلا الله، نفي وإثبات. لا إله إلا الله نفي وإثبات. إذن هذه ترجمة للآية القرآنية الآية 256 من سورة البقرة. المستوى الثاني هو المستوى التعبدي، وسمعنا الكلمات الطيبات
من المشايخ الكرام، وهذه الآيات التي استمعنا إليها تتلى من الشيخ الكريم الشيخ القارئ. ربنا قال في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة شرف لا يضاهى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كأمة، سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الحمد لله، العبادات في شريعة الله واضحة متكاملة متوازنة تتضافر لصناعة الإنسان المتوازن الذي يحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض. هذا الإنسان الضائع التائه، عقله لا يسعفه، علمه لا يسعفه، لا بد من النقل قبل العقل، كما قال أبو حامد الغزالي أو الغزالي وكلاهما صحيح، وغيره من أهل العلم اللي يقول كالنقل والعقل أكند كلا، إنك العلاقة بينهما كالعلاقة بين البصر والشعاع، لا تدرك الحقائق إلا بشرطين: بصر مبصر وشعاع مضيء. ترى الحقائق وتدرك المجسمات، وكذلك الحقائق الأخرى لا تدرك إلا بنقل وعقل. نحواج النقل وهو الوحي الطاهر، ونحواج العقل اللاغغ ديفك ربي سبحانه. إذن العبادة المستوى الثاني. المستوى الثالث هو المستوى الأخلاقي التربوي. سمعنا الآيات اللي قراها الشيخ: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آيات كثيرة ترشدنا إلى هذا الجانب المهم في حياة الإنسان وفي حياة الجماعات وفي حياة الأمم، الأخلاق، اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه رواية، هناك رواية أخرى خرجها الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 73: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن نفهم بأن هذا النبي الذي قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، يدعون بالوحيين كتابا والسنة إلى استكمال هذا الجانب الحيوي في حياة الإنسان، الأخلاق. أترفقا أعلين يرش ذا غورس ربي سبحانه أكذن فيه وشفيح صلى الله عليه وسلم. ما إلا غمذان يتظل يتصوزوم يحجد الخير أرفح إلا اقترفقا أعلين. ذلك الإيمان وتلك العبادات نجملها بمكارم الأخلاق بصالح الأخلاق. المستوى الرابع والأخير والجانب المعاملات. جانب المعاملات، هذا القرآن واش قال ربي في سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة. يكثم سلم الدونيث القرآن يرشد أمذان سين صلحاً سين فعاً، والوقت لا يسمح للتفصيل، فما لا يدرك كله لا يترك جله. القرآن في المعاملات، يلا ترفد مثلاً الآية 282 من سورة البقرة، أطول آية في القرآن تنص على المعاملات،
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فيها كتابة الدين والإشهاد على الدين والرهن والمعاملات التجارية في آية واحدة، أطول آية في القرآن تحتل الصفحة اليسرى من المصحف الشريف، الآية 282 من سورة البقرة. يلا نروح الآية 275، قل وأحل الله البيع وحرم الربا. فرات آية واحدة، البيوع بجميع أنواعها، مضاربات، مرابحات، صيغة السلم، الاستصناع، كل البيوع، التجارات، أنواع التجارات. ربي ناد وأحل الله البيع وحرم الربا. ربي سبحانه أراد الخير للبشرية، لأن الربا دمار للاقتصاد، لأن الربا دمار للقيم، دمار للأخلاق. والعقلاء في الدنيا يدعون إلى إنزال نسبة الفائدة إلى 0.6%، يعني باش يقولوا نروحوا لواش قال ربي سبحانه عز وجل. إذن جانب المعاملات موجود في كتاب الله عز وجل، إما يرد بشكل تفصيلي أو يرد بشكل مجمل يحتاج إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو بشكل كلي يحتاج إلى بيان من أهل العلم والدراية، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. آية تشمل جميع العقود، سواء كانت عرفية أو كانت رسمية خاضعة لإجراءات وما ورسمية أو غير ذلك، فآية تأمرنا بالوفاء بالالتزامات. إذن مجلسنا أختمه بهذه الكلمة، والختام لفضيلة الشيخ ربي الناد، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. تعالوا بنا نلتف حول القرآن وندور مع القرآن حيث دار. ذي لهنا النغ سلويث النغ، إن شاء الله غيكتب ربي ثم ديثي الصفراحا. نسأل الله أن يكتبنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يوفقنا للحياة مع القرآن. نسأل الله أن يغير حالنا وحال أمتنا إلى أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.